السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان على قناتهم الشباب، أطال الله مساءكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم إلى حديث المساء. أكدت الحكومة الشرعية أن العمليات العسكرية في الساحل الغربي تأتي لحماية مواطنيها من انتهاكات الانقلابيين، وأن تلك العمليات تأتي في إطار حرص الحكومة على إنهاء معاناة السكان في المناطق الساحلية. تأكيد الحكومة جاء ردا على ولد الشيخ الذي حذر من تفاقم الحالة الإنسانية الكارثية في تلك المناطق، لكن الحكومة تذكر ولد الشيخ أن الانتهاكات والمعاناة الكارثية في تلك المناطق الساحلية تمتد منذ دخول الحوثيين إليها وقيامهم بممارسات وانتهاكات يومية بحق السكان، وهذا ما استدعى تحريك قوات الشرعية لإنهاء تلك المعاناة. نحاول قراءة ما جاء في بيان الحكومة، ما هي طبيعة الانتهاكات الانقلابية، ما المعاناة الإنسانية المتفاقمة في تلك المناطق، ولماذا يتجاهل ولد الشيخ المتسبب في كل ما يحدث هناك، ما هي الرسائل التي أراد ولد الشيخ إيصالها من خلال بيانه الأخير. مشاهدي الكرام، سأناقش هذا الموضوع مع ضيوف الكرام في هذه الحلقة من حديث المساء بعد هذا التقرير. لم يعد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ يفرق بين الضحية والجلاد بحسب مستشار رئيس الجمهورية الذي اتهمه بالتردد وعدم الحياد. أما رئاسة الحكومة الشرعية فترد على ولد الشيخ في بيان خاص نشرته وسائل إعلام الحكومة، مؤكدة أن تلك المعارك التي تخوضها قوات الشرعية في السواحل الغربية ومختلف الجبهات على كامل التراب اليمني تمثل ضرورة لمنع انتهاكات الانقلابيين المدعومين من إيران، الدولة الراعية للإرهاب بحسب توصيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن خلال المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني في السواحل الغربية تأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة سكان تلك المناطق الذين يأملون من الشرعية وضع حد للانتهاكات الحوثية المتواصلة منذ أواخر العام 2014. الحكومة استجابت لضرورة إنهاء معاناة السكان في المناطق الساحلية، وهي استجابة تؤكد الحكومة أنها من صميم عملها ومسؤوليتها كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها. وانطلاقا من تلك المسؤولية فتحت الحكومة معارك تحرير جديدة حققت انتصارا كبيرا في المخا، وهي حاليا في انتظار المحطة الثانية من التحرير المتجهة صوب الحديدة مرورا بالخوخة. بيان الحكومة جاء ردا على بيان المبعوث الأممي الذي حذر فيه من تفاقم الحالة الإنسانية والتي وصفها بالكارثية في المناطق الساحلية دون أن يدين صراحة الانتهاكات الانقلابية بحق المواطنين والتي استدعت تدخل الحكومة. الحكومة في بيانها ذكرت المنظمات الدولية بممارسات الانقلابيين فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والتي تأتي عن طريق ميناء الحديدة، حيث تقوم قيادات الانقلاب ببيع تلك المساعدات وخاصة المشتقات النفطية والمواد الغذائية في السوق السوداء للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية، بينما يعاني سكان محافظة الحديدة والتي يأتي عبر مينائها الكثير من المساعدات من المجاعة. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حديث المساء. السيد همدان العلي هو صحفي ينضم إلي عبر الهاتف لقراءة أهم ما جاء في هذا البيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي الكريم، وأهلا وسهلا بك على قناة يمن شباب. دعني أقرأ معك ما يمكن قراءته حول هذا البيان للحكومة الشرعية المتعلق بالرد على ولد الشيخ. ما هو اللافت في هذا البيان؟ اللافت في هذا البيان أنه جاء بمثابة ردة فعل، لكن أنا أعتقد يعني هو لم تبادر الحكومة لإيضاح موقفها الإنساني من أوضاع المواطنين في هذه المناطق التي تعتبر من أشد المناطق فقرا في اليمن برمتها. أنا أعتقد أنه الحكومة لا يجب أن تكتفي بمثل هذا الطرح أو مثل هذا البيان لتقضي على المنظمات الدولية، وقبل ذلك المنظمات الدولية لتقضي على المواطن البسيط في تهامه بأنها ستأتي
إنقاذه، وإنما يجب عليها أو هي مطالبة بعمل خطة متكاملة تظهرها وتعلنها للناس جميعا، تبين فيها كيف ستتعامل مع الوضع الإنساني في هذه هي إلى الآن المناطق. عمليا على الأرض لا، يعني لم تبين موقفها فيما يتعلق بالجانب الإنساني كما قلت، ليس هناك أي شيء يوحي على أنه فعلا هم متواجدين إنسانيا على الأرض؟ لا للأمانة هناك مساعدات تحاول الدخول في الأكثر من مرة عن طريق مركز الملك سلمان، ولكنها تجد هذه المساعدات تجد عوائق ولا تصل إلى المواطن البسيط، كونها يعني والجميع يعرف ذلك أنها تمر بمراحل ولا تصل للمواطن إلا بنسب بسيطة جدا بسبب يعني نهب هذه المساعدات من قبل جماعة الحوثي. نعم. ولن نذهب بعيدا، يعني الآن الذي يقدم المساعدات في المخا هو مركز الملك سلمان، حتى المنظمات الدولية التي يعني نشرت لأكثر من مرة أنها يعني أو طالبت بعدم تحويل الساحل الغربي للحديدة لمسرح عمليات عسكرية في الحديدة وما جاورها، يعني لم تقم بواجبها حتى الآن في المخا. عزيزي الكريم، أنا أعتقد هو من حق أو من واجب المنظمات الدولية أن توضح هذه الجانب، سواء المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي أو ولد الشيخ، يجب أن توضح خطورة يعني وصول العمليات العسكرية إلى هذه المناطق كونها مناطق فقيرة جدا، ووصول هذه العمليات أو حدوث مواجهات مسلحة ربما يعني ستعقد الوضع الإنساني وسيمر الأهالي بوضع إنساني بائس. يعني نحن نتحدث عن أكثر الناس فقرا في اليمن في هذه المرحلة، فما بالك إذا دخلت الحرب. ولكن الحكومة مطالبة بإيجاد خطة متكاملة ترافق أي جميل. عملية عسكرية. طيب دعني أنقل تساؤلك هذا للسيد عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، هما أيضا عبر الهاتف. سأعود إليك للحديث حول أبرز الانتهاكات الانقلابية في المناطق الساحلية سيد همدان، ولكن بعد أن يعني استفسر من عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية، ما قلته أنت قبل قليل. الحق أنت طرحت تفاصيل مهمة، لابد أن أسمع ردا من معالي الوزير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياكم الله. تحية لك ومرحبا بك على قناة يمن شباب. الأخ همدان يقول أنه ما في أي تواجد الآن إنساني على الأرض من الحكومة، وأنتم مطالبون بإعداد خطة واضحة للتواجد على الأرض إنسانيا. أتمنى أن تكون سمعت حديثه قبل قليل. لا، وكان الصوت غير واضح، لكن ما فيش تواجد إنساني في أي مكان على مستوى الجمهورية ولا في محافظة معينة. نعم يعني أنا لم أقول لا يوجد هناك تواجد إنساني، ولكن قلت يجب أن يكون هناك خطة لمواجهة الوضع الإنساني. طيب هل هناك خطة لمواجهة الوضع الإنساني في المناطق التي ستندلع فيها المواجهات؟ فيما يخص تهامة أو الجمهورية اليمنية؟ تهامة فقط. نعم، فيما يخص تهامة والساحل الغربي التي ستندلع فيها المواجهة. الأمر لا يخضع لقضية أنه وجود خطة أو ما وجود خطة. القضية في المرحلة السابقة نحن حاولنا الوصول إلى محافظة الحديدة، نحن نمتلك برنامج إغاثي على مستوى الجمهورية اليمنية، ولدينا أيضا إمكانيات كبيرة من خلال شركائنا المحليين للوصول إلى أي محافظة، لكن الإشكالية الرئيسية هي كانت الميليشيات المسلحة في المرحلة السابقة تمنع دخول الحكومة الشرعية من خلال منظمات المجتمع المدني أو من خلال مركز الملك سلمان أو من خلال العيادة الأحمر الإماراتي. عندما حدثت المجاعة في التحيتة التابعة لتحت، كان نحن أطلقنا نداء استغاثة، وكانت أول منظمة تحيتة ذهبت هي اللجنة الإغاثية الكويتية والعيادة الأحمر الكويتي. هذا الوضع القائم كان قبل بدء المعارك، لكن الآن ونستطيع أن نؤكد بأن ما حدث في النقاء هو نموذج لما نقوم به إغاثيا بعد ما أن تم تحرير مديرية المخاء. نعم. اليوم الثاني ذهب الهلال الأحمر الإماراتي لمديرية المخاء، وبدأ مركز الملك سلمان بتوزيع المواد الإغاثية على يعني تم إدخال مساعدات إغاثية وإنسانية من قبل التحالف لسكان المخاء عبر هذا المنفذ بعد تحريره. طبيعي، والآخر صحيح من المؤكد بأنه يتابع بعد تحرير المقام مباشرة. اليوم الثاني
ذهب الهلال الأحمر لإماراتي ووزع مواد إغاثية، وبعد 3 أيام من التحرير ونزع العديد من الألغام ذهب مركز الملك سلمان، وهو الآن لديه خطة لتوزيع 10,000 سلة غذائية، وقد بدأ عملية التوزيع في العدد في عدد من مناطق مديرية المقاهي. نحن لدينا الاستعداد أخي العزيز بأن نصل إلى كل محافظات الجمهورية، وأقولها هذا وأنا مسؤول عما أقول. نعم. لدينا الاستعداد أن نصل إلى حجة، لدينا الاستعداد أن نصل إنما أتاحت الميليشيا المسلحة للمخلوع عبد الله صالح والحوثيين دخولنا إلى محافظة صعدة، ذهب مركز الملك سلمان ووزع 220 طن من المواد الإغاثية. نعم، طيب ما وراء إصدار هذا البيان المتعلق بالساحل الغربي ومعاناة السكان من قبل الحكومة؟ ما مبررات ذلك؟ لماذا أصدرتم البيان؟ هذا السؤال أخي العزيز كان يوجه لمن أصدر البيان. أنا أقول لماذا تحدث المجاعة في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة ولا تحدث في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية؟ الحديدة أخي العزيز محافظة إيرادية، محافظة زراعية، محافظة فيها قدر كبير من الموارد سواء فيما يتعلق بالزكاة أو ما يتعلق بموارد الميناء من حيث الجمارك. الحديدة تستقبل أكثر كل المواد الإغاثية خلال الفترة، أكثر من 350 باخرة إغاثية نزلت في الحديدة. لماذا تحدث المجاعة في محافظة لديها الميناء ولديها الإمكانيات؟ أنا أقول أخي العزيز الإشكالية الرئيسية في الساحل السهامي سواء في المديريات الواقعة في حجة أو المديريات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين المسلحة. طيب يبدو لي في إجماع يعني الحكومة والتحالف يؤكدون على أن الحوثيين يستخدمون هذا الميناء لشن عمليات إرهابية، والحوثيين لا يزالون يتمترسون في الميناء ويقومون بمصادرة ونهب المساعدات الإغاثية. أولا كيف أثر ذلك على تدفق المساعدات، وهل الأمم المتحدة على علم بذلك؟ من المؤكد برنامج الغذاء العالمي نحن أشعرناه ونطلق دائما إدانات واضحة لكل عملية إغاثية تنهب سواء في الحديدة أو في أي مديرية من مديريات الجمهورية. للأسف الشديد أؤكد بأن برنامج الغذاء العالمي لا يقوم بالإدانة لمن يعيق عمله. اتفاقية جنيف الرابعة في العزيز تلزم المنظمات الأمم المتحدة بأن تحدد الجهة التي تمنعها من إيصال المواد الإغاثية أثناء الصراعات وأثناء الحروب، لكن هذه الإشكالية الرئيسية الآن برنامج الغذاء العالمي لا يدير الميليشيات المسلحة. برنامج الغذاء العالمي أخي العزيز أكبر بالتشييد من مركز الملك سلمان، لديه 151 مليون دولار كتمويل من مركز الملك سلمان لكي يواجه بها الكوارث على مستوى الجمهورية اليمنية وأكثر. نعم، هل تم مثلا مناقشة مع الأمم المتحدة مناقشة تنشيط وتشغيل ميناء المخا بحيث يصبح ممر لإدخال المساعدات بدلا من الحديدة؟ نحن قدمنا أوراق مكتوبة، أنا وكوزر إدارة محلية قدمت دراسة جغرافية حتى فيما يتعلق بمحافظة تعز، قلنا الذهاب إلى تعز عبر صنعاء 265 كيلو، ممكن أنا أصل عبر عدن إلى تعز في بعض المديريات لا تبعد من عدم أكثر من 80 أو 90 كيلو. قدمت دراسة متكاملة في هذا الأمر، لكن للأسف الشديد هناك عدم التزام بالمعايير الدولية لدى بعض منظمات الأمم المتحدة. وأنا الآن لدينا اجتماع مع أولبراين ستيفن أولبراين في عدن إن شاء الله بعد يوم 26، سنطرح كل الأوراق والوثائق لكي نوجد آلية تنسيق متكاملة بيننا وبين منظمات الأمم المتحدة. نحن نعول على أداء منظمة الأمم المتحدة، وعندما ننتقدها هو ننتقد الأداء، لكن ليس لدينا موقف مسبق تجاه هذه المنظمات. هي منظمة دولية نحن ندعم عملها على مستوى الواقع، وهي التي لديها الحق أن تصل وفقا للقانون الدولي إلى كل مناطق النزاع، وعندما ننتقد هو ننتقد الأداء ولا ننتقد المنظمة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السيد عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الكريمة عبر قناة يمن شباب. وأعود لضيفي الكريم همدان العلي لأنقل له أيضا، أتمنى أولا أن تكون سمعت معالي الوزير وهو يتحدث في ختام حديثه عن تواصل مع الأمم المتحدة لإيجاد آليات تضمن إيصال المساعدات للسكان، ولكن يقول أنه ليس هناك أي تفاعل من قبل الأمم المتحدة. كيف تقرأ أنت تجاهل الأمم المتحدة لكل المتابعات التي تحدث من خلال الحكومة والأخ وزير الإدارة المحلية؟
اولا عزيزي، يبدو انك نقلت وجهه نظري للوزير بطريقه ليست يعني بالشكل الذي كان الذي قصدته انا. يعني انت قلت ان الحكومه الى الان لم تتواجد بالشكل المطلوب انسانيا في منطقه المخاء. لا انا قلت المنظمات الدوليه هي التي لم تتواجد، وانما تواجدت مركز الملك سلمان والحكومه، هذا هو الذي حدث. لكن اخي العزيز انا اقصده بان بتعليقي على البيان الخاص بالحكومه هو ان المواطنين في هذه المناطق بحاجه الى ان يطمئنوا بان اذا امتدت الحرب فسوف يكونوا في امان. يعرف الجميع والقاصي والدالي بان الحرب اذا وصلت الى الحديده فان هناك ميناء يقتات بواسطته الاف او تقتات بواسطته الاف الاسر، ان هناك يعني ان هذا الميناء يعني منفذ لدخول كثير من السلع والسلع الغذائيه للمواطنين، وبالتالي ايقاف هذا الميناء يعني كارثه. وبالتالي مطالبه الحكومه والتي نؤيدها هي مطالبه فقط بايجاد خطه تبين للمواطن البسيط بان البديل عن الميناء مثلا هو الخط الموضوع الفلاني. هو يقول بانه يعني هم اعدوا كثير من الخطط ولكن لا يجدوا تفاعل معها. لا الخطط هذه ليست بالشراكه او لا يجب ان يوافق عليها الحوثيين، ولا هي خطط للحكومه نفسها كيف ستتعامل مع النازحين المحاصرين في اطراف معينه في حال اندلعت الحرب، كيف ستتعامل مع الغام، كيف ستتعامل. هي يجب ان تصدر او تقدم خطه لتطمئن المجتمع او سكان المناطق هذه، ايضا تطمئن المنظمات الدوليه لتخبرهم نحن يعني جميل. البيان طيب خلينا نعود الى اهم ما جاء به البيان، وهو يتحدث عن يعني ابرز الانتهاكات الانقلابيه في المناطق الساحليه التي استدعت اساسا تحريك قوات الشرعيه لمنع تلك الانتهاكات كما جاء في بيان الحكومه. خلينا نستعرض معك ابرز الانتهاكات هذه. بالتاكيد اخي العزيز اهم انتهاك هو التجويع. يعني ربما عندما نتذكر ما حدث في عدن، نعم. يعني تم حصار الاهالي لم يجد الاهالي سكان عدن او بعض المناطق تحديدا ما ياكلون. عندما جاءت الشرعيه تحسنت الاوضاع الان في المخا، ايضا في الحديده خلال طبعا معروف ان الحديده وجزء من ساحل يعني حجه هي من المناطق شديده الفقر منذ سنوات طويله، ولكن خلال السنتين الماضيتين ازداد الوضع وتفاقمت المجاعة لأسباب عديدة، منها يعني مرتبطة بدرجة أساسية بانعدام المحروقات في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، لأن المحروقات مرتبطة بأعمال ومهن كثيرة مثل الصيد والتنقل والزراعة. بالتالي فالوضع ازداد سوءا خلال السنتين الماضيتين في ظل عدم أو في ظل استمرار جماعة الحوثي بنهب المساعدات التي تقدم من مركز الملك سلمان والمنظمات الدولية. هذا من أسوأ وأشد هذه يعني عملية التجويع من أسوأ ما يواجه المواطن التهامي في هذه المرحلة. نعم. وبالتالي على يعني تعتقد أو تؤمن الحكومة، وهذا أمر صحيح، أنها مطالبة بإنقاذ الأهالي من خلال تحريرهم وإيصال الرغيف يعني إلى هذه المناطق يعني بشكل مباشر وليس اعتمادا على أحد. جميل. طيب ولد الشيخ، لماذا تجاهل إدانة يعني الانتهاكات الحوثية في المناطق الساحلية؟ لماذا بيان يعني ولد الشيخ لم يكن واضحا في تحديد هذه الانتهاكات التي ذكرتها أنت الآن، وإنما حمل الجميع مسؤولية ما يحدث هناك وكان الكلام يعني عائم إلى حد كبير؟ طبعا هذا الأمر ليس جديدا، يعني المنظمات الأممية تصمت عندما يكون التجاوز والانتهاك من قبل الحوثيين، وتتحدث عندما يكون هناك شيء من الخطر من جانب الشرعية. هذا الأمر منذ فترة طويلة، يعني دخل الحوثيون صنعاء وهددوها يعني بمواجهات عسكرية شاسعة ولم تتحدث المنظمات الدولية. دخلوا الحديدة وهي يعني مدينة مليئة بالفقراء والجوعى ولم يتحدثوا. يعني تسيطر جماعة الحوثي على الميناء وتمنع كثير من الباخرات وسفن الغاثة
والمساعدات ولم يتحددوا. تقوم هذه الجماعة بنهب المساعدات التي تقدم من الدول لفقراء هذه المناطق ولم يتحدثوا. نعم. يقوم الحوثيون باختطاف واقتحام مكاتب المنظمات الدولية في هذه المناطق، ولكنها هذه المنظمات طيب. لم تعلق ولا تتحدث. طيب سيد همدان، اسمح لي أن أنقل تساؤلك هذا، وأتمنى أن أستطيع أن أنقله كما هو حتى لا تقول يعني بعد ذلك أني يعني قلت ما لم تقله. طيب الأخ زيد العلاية، مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، مرحبا بك. أهلا وسهلا أخي. أخي الكريم، الآن معي على الهاتف الأخ همدان، وهو يتحدث أنه يعني تتحدث الأمم المتحدة عندما يكون الأمر يخص الشرعية والتحالف، لكنها تصمت عندما يعني يكون هناك انتهاكات صارخة للحوثيين، وهو سرد كثير من أنواع هذه الانتهاكات وختمها بما يحدث من نهب للمساعدات الإنسانية وانتهاك واقتحام لمكاتب منظمات حقوق الإنسان وغيرها. لماذا؟ يا أخي الكريم، أنا أتكلم باسم مكتب الأوتشا تنسيق الشؤون الإنسانية. نعم. الأمم المتحدة في كل بياناتها، سواء البيانات التي تنزل من يعني يقوم بإصدارها مكتب السيد جيني ماكولدريك من تنسيق الشؤون الإنسانية، أو جورج خوري مدير مكتب الأوتشا كمنظمة إنسانية، كل البيانات التي تصدر لا تتحدث عن أي طرف. إحنا كمنظمة شأن إنساني لا نستطيع وضع أصابع الاتهام على طرف كآخر. نحن منظمة إنسانية نعمل مع الكل، هدفنا الأساسي هو المساعدات الإنسانية. ما أعرف شرع معلومات يكلمني أنه تم اقتحام منظمات، أنا بنتكلم عن أنه إحنا بنقدم مساعدات وبنحاول ندخل أماكن كثيرة، بنواجه مشاكل في عملية الدخول للمناطق التي بينتشر فيها الصراع. أبرز هذه المشاكل. ليس من ليس ليس من ليس من ليس من المعقول. طيب. أنه نقول أن الأمم المتحدة بتتهم طرف على طرف. يعني كثير من ضيوف الكرام سواء في هذه الحلقة أو في حلقات أخرى، كثير ما يرصد بأن كثير من مساعداتكم الإنسانية تنهب تصادر، هل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح، هذا الكلام مش 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 موجود، ولو حصل هنتكلم به. لو حصل لم تصادر مساعدات. أي مساعدات الإنسانية تخص الأمم المتحدة من أي مكان كان، سواء من ميناء الحديدة أو غيره. لو حصل احنا هنتكلم بها وعيصدر فيها بيان كامل. هل شفت انت بيان من الامم المتحده يتكلم انه تم، احنا بنتكلم انه تم عرقله بعض المهمات او المساعدات. نعم. تم عرقلتها من الوصول ثم دخلت. يعني طيب. مثلا احنا الان ايش يقول لك، انه مثلا في يوم 16 فبراير كان المفروض انه تكون بعثه مكونه من عدد من المنظمات الانسانيه تحت رايه اليونيسف، كانت المفروض انه توصل الى مناطق في المخاء او منطقه مقبنه، تم تاخيرها. والان يوم 22 فبراير الذي هو الاربعاء ستنطلق قافله مهمه كامله من منظمات الامم المتحده، يونيسف، اوتشا، دبليو اتش، برنامج الغذاء العالمي، منظمه الصحه العالميه، سوف يقومون بزياره ميدانيه الى مناطق بجوار المخا الذي تأوي نازحين من المخا من اجل تقييم الوضع وتقديم مساعدات. هذا لا يمنع انه من بدايه الصراع في المخا والامم المتحده والمنظمات الانسانيه بتقوم بتقديم مساعدات. برنامج الغذاء العالمي قدم سلة غذائية. جميل جميل. أنكم تواجهون عقبات، تواجهون إشكالات في الإجراءات، هذه مسألة يعني فصلناها كثيرا، لكن أنا أتحدث عن مصادرة المساعدة الإنسانية. أتمنى أن تبقى معي رجاء، ممكن تبقى معي قليلا على الهاتف إذا أمكن سيد زيد. أي طيب الأخ همدان، الآن زيد العلاء يقول أنه لم يصادر، ما فيش أي مساعدة إنسانية صادرت الأمم المتحدة، وأنت تذكر في تقاريرك وقبل قليل أيضا تحدثت عن يعني مصادرة لهذه المساعدات في ميناء الحديدة. طبعا مصادرة دائما يطلق على الكمية بأكملها، لكن الذي يحدث هو أخذ ما يسمى بالمجهود الحربي. كان آخر حدثت كانت في المحويت مساعدات خصصتها الأغذية العالمية لفئة الضمان الاجتماعي لأنها محرومة خلال سبب الحرب، سيطر عليها الحوثيين في منطقة في المحوي واحتجزوها لمدة أيام ولم يخرجوا عنها إلا بعد ما أخذوا جزء منها. هذا وارد ويحدث وهم يعرفون جيدا ذلك. يعني هناك أنا أعرف، أنا أتفهم موقف هذه المنظمات، هي تحرص كل الحرص على عدم يعني اتهام أي طرف من الأطراف لكي تبقي على تواجدها في هذه أو في هذه المناطق. لكن نعم. أنا أعتقد أن هناك مسؤولية أخلاقية في بعض الأحيان. يعني
لا يجب أن تتأثر ببعض الضغوط القادمة ممن يؤثرون على يعني من وزارة الخارجية أو ممن يسيطرون على وزارة التخطيط، يعني هذه المنظمات ككل وليس الأمم المتحدة. يعني يجب أن يكون هناك شيئا من لا أستطيع لا لم أقل المصداقية والمهنية مع جانب إنساني. هناك مساعدات لا تصل للمواطنين بينما يموتون جوعا بسبب أن جماعة الحوثي إما تمنعها أو تأخذ جزء منها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي. نعم. طيب سيد زيد، الآن أعود إليك، خلينا من التقارير التي ترصد وأيضا ما قاله الأخ همدان، خلينا نتحدث عن وجهة نظر الحكومة في هذا الموضوع، وأنا سأقرأ لك. الحكومة اليمنية والتحالف العربي يؤكدان أن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة لشن أعمال إرهابية. طيب هذه المناطق التي حددتها الحكومة اللي هو مثل ميناء الحديدة تحديدا، إلى أي مدى على الأقل هناك تنسيق بينكم وبين التحالف وبين الحكومة لإيجاد ممرات آمنة فعلا تكفل أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها بدون تعسف أو على الأقل إجراءات كما قلت ربما معقدة بعض الشيء؟ طيب أنا أرجع وأقول لك، إحنا منظمة إنسانية هدفنا الأساسي هو توصيل المساعدات لكل من يحتاجها بغض النظر عن من يكون. اوكي نعم. اتفقنا على هذا الشيء. نعم. حكايه انه يعني يكون عندنا تقارير معينه او احنا ما فيش، الامم المتحده بكل منظمتها ما فيش عندها اي شيء تخبيه. احنا بنشتغل مع الحكومه وبنشتغل مع انصار الله والتحالف وبنشتغل مع الكل. هدفنا الاساسي، اسيتي ما قلت لك في اخر خطاب له فيما يتعلق بالمخاء، بيتكلم انه هناك ما يقارب من 20 الى 30 الف شخص لا زال عالق في المخاء. بيتكلم عن نزوح ما يقارب من 75% من المخاء وذباب. بيطلب من الأطراف المتصارعة كلها، أرجوكم يا إخوان يا جماعة اسمحوا للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى هذه المناطق وتقديم المساعدات. أرجوكم يعني حاولوا أنه يكون توجد ممرات آمنة لتوصيل المساعدات إلى من يحتاجها. إذا كان في مدنيين ما لهم شغل بالصراع خلوهم يخرجوا. بنتكلم على مناطق فيها بقايا عبوات غير متفجرة، بنتكلم على ألغام، بنتكلم على طيران، بنتكلم على كل شيء. دائما احنا بنتكلم على الأطراف كلها ككل، ما فيش عندنا أي حاجة نخبيها. بنتكلم بمبدأ حيادية كاملة، نزاهة كاملة، انه في أطراف متحاربة وفي مواطن وفي مواطنين بيتسببوا بيتضرروا من الحرب وينزحوا. احنا نشتي نوصل لها ولا نسد يحتاجين لمساعدة. بندعو الأطراف دائما في كل مناسبة انه تسمحوا بوجود مناطق أو ممرات آمنة من أجل توصيل المساعدات إلى محتاجيها. طيب هذا ما يتعلق بالمساعدات، لكن خلينا نتحدث يعني عن موقف الأمم المتحدة. هي يعني تتحدث كثيرا عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في السواحل الغربية دائماً. بسبب الحرب. نعم. هناك. نعم. طيب هل المعاناة الإنسانية في الحديدة والمخا طارئة أم أن يعني أنها متفاقمة منذ سيطرة الحوثيين على تلك المناطق قبل يومين، وبالتالي كل يوم نشهد يعني عفوا قبل عامين وبالتالي نشهد كل يوم زيادة في تدهور الوضع الإنساني هناك؟ لماذا لا يشار إلى ذلك من قبل البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة؟ بترجعون لنفس الموضوع وبتنسون نحن منظمة إنسانية فقط. ما أقدر أنا أستطيع أتكلم بنفس اللغة دي أنت بتكلم معها، لأننا بين أشتغل مع الأطراف كلها، بين أتكلم مع الكل. لا أستطيع، مش الأمم المتحدة الجهة أو بالذات الشؤون الإنسانية ليست الجهة المخولة. ليس من عمل الأمم المتحدة أن تشير إلى المتسبب في هذه الانتهاكات أو في تدهور الوضع الإنساني ككل. أنا بين أتكلم عن منظمة الأوتشا، مكتب الأوتشا. نعم. مكتب شؤون إنسانية. من تسبب في تفاقم الوضع، من كذا كذا. هدفنا الأساسي هو توصيل المساعدة الإنسانية. في جهات أخرى مثل مفوضية حقوق الإنسان، في جهات مكتب السيد إسماعيل ولد الشيخ، في جهات مجلس الأمن، هي الذي تتكلم والدين هذا الطرف عن هذا الطرف. نعم. أشكرك شكرا جزيلا زيد العلاية، مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا. أشكرك شكرا جزيلا، وأعود لضيفي الكريم عبر الهاتف همدان العلي. أخي الكريم، أعود إلى مواقف ولد الشيخ. بيان ولد الشيخ الذي حذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق الساحلية، أنا أنقل لك هذا التساؤل اللي سألته قبل قليل الأخ زيد. هل يدرك أن هذه الانتهاكات الممنهجة ليست وليدة اللحظة وأنها تمتد منذ عامين في تلك المناطق تقريبا؟
شوف انا شخصيا الصوت يا شباب، انا لا اسمع الضيف. الو، اي نعم اسمعك، تفضل. انا شخصيا اؤيد ما قاله الاخ زيد، كونه منظمه اغاثيه تحرص على عدم يعني على عدم يعني الدخول في مواجهه مباشره مع هو يقول احنا دورنا يقتصر فقط على ايصال المساعدات الانسانيه وليس لنا علاقه بهذا الموضوع. طيب لكن 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 انا يعني حقيقه لا ادري لماذا ولد الشيخ كشخص معني ب يعني بتسهيل عمليه التوافق والحل السياسي بين الحكومه الشرعيه وبين جماعه الحوثي صالح لا يقوم بدوره في إدانة أي خطأ يمارس من أي طرف كان، يعني حتى لو كانت الشرعية يجب أن يعني مثلا زيد علي لا يستطيع أن يوضح من هو الطرف الذي يعرقل دخول المساعدات للمخاء خلال فترة معينة، لكن على ولد الشيخ أنه يوضح بكل صراحة، وإذا ما وضحش هذا خلال عبر وسائل الإعلام يوضحها بشكل مباشر بينهم البين هو يعني هو الجماعة الإنقلابية هو محمد عبد السلام. طيب القصد هنا مستشار رئيس الجمهورية محمد العامري قال هكذا صراحة أن ولد الشيخ يساوي بين الضحية والجلاد ويضع الجميع في سلة واحدة في مفارقة عجيبة. يعني الآن ولد الشيخ يعني يتعرض لهجوم شديد أيضا من الحوثيين، وهم أيضا رفعوا مذكرة للمطالبة بإقالته. كيف تفهم هذه المفارقة؟ كيف نفهم ذلك؟ دائما يعني جماعة الحوثي إذا لم تكن في المكان الفلاني يعني ويكون نشاطك لصالحنا فأنت عدو وأنت عميل وأنت خصم وأنت وأنت وأنت، لكن في النهاية أنا أعتقد في المجمل المنظمة أو الأمم المتحدة قد يعني أعطت لجماعة الحوثي الإنقلابية وهي ميليشيا مسلحة ما لم يعطى يعني على مر التاريخ لأي ميليشيا مسلحة. جماعة الحوثي أنا يعني أريد أن أذكر جزئية هامة، جماعة الحوثي عندما يعني تذكر الحكومة الشرعية أنها مطالبة بحماية رعاياها ومواطنيها، جماعة الحوثي الآن تستخدم المدن والمدارس والموانئ وكل ما هو حيوي لصالح المواطنين وتستخدمه وتحوله إلى مواقع عسكرية، وهذا أمر يعني وهذا أحد أسباب يعني تفاقم الأوضاع الإنسانية في هذه المناطق أو في المناطق حتى في المناطق الجبلية. وبالتالي فالحكومة الشرعية مطالبة فعلا بالقيام بواجبها، لكن يجب أن يرافق ذلك خطط واضحة لحماية المواطنين ووصول المساعدات إليهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية. نعم. طيب. الأممية وغير الأممية. طيب أستاذ همدان سأعود إلى البيان أفصل فيما جاء في البيان، هل فعلا تحرك قوات الحكومة جاء بناء على إنهاء معاناة السكان كما تقول الحكومة أم لأبعاد ربما تتعلق بحماية الممرات الدولية كما يقول آخرين؟ سأفصل معك في هذه النقطة بعد أن أذهب إلى فاصل قصير.